في سؤال ياض، مين دي وبتعمل معاك ايه في نص الليل؟ جعفر خطيبتي. جعفر انت خاطب؟ اه يا باشا خاطب عادي، يعني ممكن بعد كده تتجوز؟ اه لو ما حصلليش حاجه في المسرحيه دي عادي ممكن اتجوز بعديها. يعني انت اكيد بعد كده هتتجوز ان شاء الله؟ ادعي يا عم. في ايه؟ اه سنة ساعات كتير بسأل نفسي ومفيش إجابة للسؤال، أنا ليه ما قطعتش الصورة ساعتها؟ ليه ما دوستهاش بالجزمة وحرقتها؟ لون البحر مش حقيقي، الشمس في خلفيات الصور مش حقيقية، أسامة منير أنا لما بتيجي عليها الساعة 2 الظهر بحس إن أنا سكت بلب. أسامة أسامة بس يا عم بس يا عم أسامة شد البلف بليز. باشا من الواضح ان عندك مشاكل في السكس بلف، لو في مشاكل انا سعيد حساسين حبيبي ممكن اجيب لك شويه اعشاب يعملوا معاك واجب زي الفل. بس يا انا ظابط يا لهدى. بس يا بقول لكم يا جماعه، انا بعد ما اتخرجت من الكليه كانوا دايما زمايلي يقولوا لي حلمي انت فيك حاجه حلوه. اسم حضرتك حلمي؟ اسمي حلمي. انا اسمي سعيد، سعيد الطيار. يا اهلا وسهلا، هاي سنايف فايس 22. انا اسمي بيقولوا لي يا حلمي فيك حاجه حلوه. أيوة. تقدر تقول لي على حاجه حلوه من ضمن الاف الحاجات الحلوه اللي ورايا؟ حاجه حلوه في مين؟ حاجه حلوه فيا. ايه طب اقول له ايه؟ قول له اي حاجه وخلصنا. لا لازم نمشي. قول قول. وش حضرتك؟ ماله؟ لا ارجع ارجع ارجع. طيب عادي تقليدي، ما كل الناس بتقول لي انت طيب، خش في حاجه احسن اقوى. وش حضرتك؟ سمح. ما هو طالما سمح هيبقى طيب عادي. طب سيب لي انا الطلعة دي. يلا خش. سكسوختك حلوة قوي يا باشا. انا حاسس انك بتقربي مني. شفت اهو بنقرب. ايه رأيك؟ بقول لك ايه، انا هقفل وشي واغمى عيني وبربش وداني. يلا قول لي بقى العالي. لا لا ابعدي انت عنه، انا عرفت. قول لي بقى كيوت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كيوت كيوت. قولها لي تاني بسرعة. انت بتتعب لما بقولها. بتتقال مرتين في اليوم. قولها قولها بسرعة. قول له بقى يا سعيد وخلص. يلا انا بعيد خالص. كيوت. ايه ده ايه ده ايه ده ايه الهبل ده؟ ايه الهبل ده؟ ايه يا حبيبي؟ ايه تمام تمام الحمد لله الحمد لله. كيوت ايه؟ هديت هديت. بما انك فيك مميزات كتيره قوي. ايوه وما شاء الله عاقل. الله اكبر. يعني مش حاجه بتستخبى ليه حضرتك ما خطبتش لغايه دلوقتي؟ مع ان يا باشا ده انت الف واحده بتمناك والله. يعني فعلا لا الحركة كده ثانية واحدة. أيوة كده ما تخافش عليا منها. اسمعيني كويس، أنت بنت وهتحس بيا كويس قوي. يعني أنت عارفة إن أنا ظابط، وكل ما بطلع في مأمورية ممكن يحصل لي حاجة وحشة، ممكن إن أنا أنفجر أو أموت. عشان كده كل ما بتقدم لواحدة بتخاف إنها ترتبط بيا حفاظا على مستقبلها. مع إنك يا باشا يعني غير تقليدي ومختلف جدا يعني. يا عم إيه يا عم بقى ده؟ ايه ده؟ انا دايما اقول لك على حاجه تانيه اخطر. انت عارفه ان انا ضابط الشرطه الوحيد اللي مش مفيم عربيته لحد دلوقتي. لا ما تهزرش. لا والله بجد والله. لا 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 مش عيني. اقول لك على حاجه اخطر، انا ما عنديش عربيه اصلا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه. ايوه يا نهار ابيض يا جماعه. مش